انتهى لحظة مهمة جدا بالنسبة لجامعة القاهرة وإقليم القاهرة الكبرى، أن يتم اليوم إطلاق تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى، سواء كانت الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو التكنولوجية، لتكسير الفجوة بين التعليم والبحث العلمي وقطاع الصناعة. ظلت الجامعات فترة طويلة جامعات من الجيل الثاني تركز على التعليم والبحث العلمي، ثم انتقلت الجامعات إلى مرحلة الجيل الثالث ثم الرابع، والآن نحن على مشارف جامعات الجيل الخامس. لكن تظل القضية الأهم هي قضية العلم النافع. العلم النافع هو العلم الذي لا يوضع في الرسائل على الأرفف ولا في الأدراج ولا في قواعد المعلومات، وإنما العلم هو ما يقوم بتقديم خدمة حقيقية من أجل منفعة الناس عبر قطاعات التنمية المختلفة، سواء من خلال أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أو من خلال خطة مصر 2030.